الصداقة شجرة، جذورها الوفاء وأغصانها العطاء وثمارها المحبة والاتصال. والصداقة الحقيقية هي التي تدوم مهما حدث، وصديقي هو أخي الثاني وسندي وقوتي في ضعفي وألمي، وأول خطوة أخطوها باتجاه الصداقة الحقيقية هي الإخلاص والوفاء والعطاء. واعلموا أن الصحبة الصالحة والصديق الوفي هي نعمة من نعم الله عز وجل على عباده في الدنيا. فالصديق الصالح مرآة لأخيه المسلم، يرى عيوبه من خلاله فيصلح من شأنه. والصحبة الصالحة تدفع من تصاحبه إلى الخيرات وعمل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، فتكون خيرا في الدنيا والآخرة. فدائما ندعو الله أن يرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة والصديق الوفي الذي يعيننا على أمر الدنيا والآخرة. وقبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا بقى نعمل الكشري المصري الأصيل بتكاته وحركاته وطعمه الجميل. احنا ما بنعملوش دايما، لكن لما بنيجي نعمله بنعمله على أصوله. أنا هنا عملت ايه؟ قطعت البصلة جوانح. هتبدأ اللي انت تحمر البصلة زي ما حضراتكم شايفين، وعشان تدي قرمشة حاولوا اللي انتوا متحطهاش على منديل. انا هنا للاسف كنت حطاها على منديل لاني كنت مستعجله فمش واخده بالي، لكن افضل حاجه اللي انت تحطيها في مصفى عشان تدي القرمشه. بعد ما بنحمر البصله بنسيب جزء صغير جدا من البصل في الحل اللي احنا هنعمل فيها ايه الكشري، عشان عايزه اقول لكم بتدي طعم روعه جدا جدا جدا. بدات انزل بالعدس. انا العدس كنت نقعاه من بالليل بعد ما غسلته كويس جدا، او لو انت مستعجله وما نقعتيش العدس انت ممكن تديله غلوتين فقط لا غير، وتحطي له كمون وحبه ملح، لكن قبليها بتغسليه كويس جدا، وبعدين الميه اللي بتغلي فيها العدس بتسقي بيها الكشري بيدي طعم روعه جدا. بدات هنا ان انا ادي تشويحه للعدس زي ما حضراتكم شايفين، وابدا ان انا اجيب حله تانية واشوح فيها حبه شعريه. ليه؟ احنا قلنا ان احنا هنعمل الكشري المصري على اصوله، فعلا بيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا. ويا سلام بقى الدقه اللي هنعملها، وهنشوف مع بعضنا كل الحاجات دي. ودايما طول ما احنا بنعمل حاجه احنا قلنا نذكر الله عز وجل ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا في الفتره دي خلاص كنت خلصت العدس وخلصت الشعريه، بدات ان انا انزل بالمكرونه. انزلي بقى بمكرونه مشكله، مكرونه طويله عندك، مكرونه صغيره، احجام مختلفه، او عايزه تعملي نوع واحد مفيش مشكله، مجرد ان انت بتحطي الميه بتغلي بتحطي معلقه ملح وبتحطي حبه زيت وبعدين بتنزلي بالمكرونه. بدات ان انا اخلط هنا العدس مع الشعريه عشان ابدا ان انا انزل بالرز عليهم. يبقى انا العدس بنقعه ليله كامله، لو انا ملحقتش انقعه بغسله كويس جدا واشطفه واغليه غلوتين واحط عليه كمون وبسقي الميه بتاعه العدس بسقيها للكشري. طب انا هنا غسلت كميه الرز اللي انا هنزل بيها على الكشري، وبدات انزل على العدس والشعريه اللي انا حمرتهم واديتهم تشويحه، وبعدين بدات ان انا احط البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي كالاتي: نزلت بفلفل اسمر، نزلت بمعلقه كمون، نزلت بكاري عشان يدي لون كده مصفر للكشري، عايزه اقول لكم بيبقى روعه جدا. وهتنزلي بالملح بتاعك، عايزه تنزلي بمكعب ماجي مفيش اي مشكله. وهتبداي ان انت تدي تشويحه للرز مع الشعريه مع العدس. ولو انت زي ما انا قلت اللي احنا غاليين العدس الميه بتاعته بنحتفظ بيها وبنسقي بيها الكشري، لو انا مش عامله كده بعمل ايه؟ بغلي ميه وانزل بميه مغليه على الكشري. مش هننزل بمية من الحنفية، هننزل بمية مغلية على الكشري. وانا طبعا انا ملحت وكل حاجة، ونحاول ان احنا نغطي الكشري فقط لا غير، يعني عشان ما يطلعش معجن معايا. لو احتاج بعد كده مية زيادة مفيش اي مشكلة. ودي مية العدس اللي انا هسقي بيها الكشري زي ما قلت لحضراتكم. خلاص بدأت اللي انا نزلت بالمية بتاعتي، وبدأت اللي انا اقلبه. طبعا المية دي كانت مية العدس، عايز اقول لكم بيبقى طعمه روعة جدا ما شاء الله، اللهم بارك.
الامر بسيط جدا ما شاء الله، اللهم بارك. وان شاء الله في مره تانية هعمل لكم كشري الحله الواحده، مع اني صراحه ما بحبذوش يعني، بس ما فيش مشكله نعمله معاكم. طبعا احنا عارفين ان الكشري من احلى الاكلات المصريه اللي هي مشهوره بها، او ممكن نكون احنا ما بنعملوش كتير، لكن النفس بتشتاق ليه فبتعمله من فتره لفتره، فبنحب اللي احنا نعمل الكشري بالمكتملات بتاعته اللي هو بالحمص الشام مع البصل المقرمش مع الشطه، زيت الشطه والدقه بتاعته والصلصه بتاعته، ففعلا فعلا ما شاء الله اللهم بارك بتبقى اكله جميله. وكمان العيش الناشف اللي بتحمصيه وبتحطيه بقى بتتبليه بالتوابل بتاعتك ومع السلطة، لو انت حابة تعملي سلطة جنب الكشري. هنا انا كنت عاملة الحمص، طبعا انا كنت نقعاه ليلة كاملة، وبعد كده غسلته وبعدين حطيته في مية مغلية، وبوريكم الشكل بتاعه عامل ازاي. وبعدين بتسيبيه ياخد غلوتين تلاتة اربعة كده، وبعدين تبدأ اللي انت تنزلي بفلفل عليه وبصلايا وتوم، اهم حاجه التوم، وطماطمايه متقشره. عايزه اقول لك فعلا فعلا هتشربي احلى حمص شام، جميل جدا ومضمون، احلى بقى من الحمص اللي احنا بنشربه بره. خلي بالكم اللي احنا ما ينفعش اللي احنا دايما، اكيد احنا بنطلع بره وبناكل بره والحاجات دي كلها ايا كان في مطاعم، لكن على قدر الامكان اللي احنا عايزين نقلل الحاجات دي، لان احنا بردك ما نضمنش الجوده بتاعه المطاعم بره، حتى لو مطاعم كبيره تمام كده تبقى عامله ازاي. فاحنا ممكن من فتره لفتره بنطلع بره، لكن احنا الحاجات دي ممكن نعملها في البيت، فعلا والله الطعم بيختلف خالص. يكفي اللي انت بتكوني مبسوطه وانت بتعملي حاجه. انا بدات هنا انزل بالبهارات على الحمص، فلفل او شطه، بابريكا، ملح، كمون، تمام كده. حطي سنه صغيره جدا 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 فلفل اسمر وانتهى الامر، واحلى حمص شام هتشربيه، جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. وبيتحط الحمص على الكشري، اديله بقى غلوتين ثلاثة مع نفسه. طبعا انا ما بحطش التوابل الا ما خلاص بحس ان الحمص دخل في السوى، وبسيبه مع نفسه. عايزة تحطي معلقة صغيرة عجينة صلصة مفيش مشكلة. بص انا بوريك اللي هو ما تهراش ما شاء الله اللهم بارك، وفي نفس الوقت مستوي. وعايزة اقول لكم الريحة كانت جبارة جدا. انا على فكرة مليش في العلة في الحمص الشام بصفة عامة، يعني لو شربت بكتير بكتير ممكن ربع كوباية او كوباية صغيرة، بس مش اكتر من كده. هنا خلاص الكشري ما شاء الله اللهم بارك كانت شرب، فانا بقلبه على الجهة التانية. بوريكم ما شاء الله الكشري مفلفل. لو احتاج بقى منك مية، عشان كده انا بقولك حاولي بصفة عامة لما تيجي تسقي الرز او كشري او اي حاجة ما تحطيش مية زيادة على اللزوم، لان في ايدك بعد كده اللي هو لو احتاج مية هتسقيه. انا هنا الكشري لو احتاج مني ميه هعمل ايه؟ ممكن تاخدي كبشه من حمص الشام الميه بتاعتها وتحطيها. بص ما شاء الله اللهم بارك مفلفل جميل اللهم بارك، وفعلا فعلا كان طعمه روعه جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. ودايما وابدا طول ما احنا بنعمل حاجه نذكر الله عز وجل ونصلي على رسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هنا بدات اعمل ايه الصلصه، بدات اعمل التومه مع معلقه زيت او قطعه زبده، وبدات اللي انا خلاص انزل بالخل، ربع كوبايه خل كده تنزلي عليها على طشره الثوم. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه ما اقولكوش ما شاء الله اللهم بارك. وانا كنت ضربه طماطم عندي او مصلصله طماطم ما فيش مشكله، نزلت بيها هديها تقليبه. طبعا انا هحط هنا كبشه مش ميه، انا ما بستخدمش الميه على الكشري، لا انا هحط كبشه من حمص الشام. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك بيدي طعم روعه جدا. وفي حاجه اسمها بهارات كشري، عايزه بقى تاكلي نفس الكشري اللي بره بالظبط، في حاجه اسمها بهارات كشري، عايزه اقول لكم روعه جدا. انا جربتها لكن من عطار يكون مضمون البهارات بصفه عامه، روعه جدا. انا هنا بعمل ايه اللي هي شطه الزيت، شطه الزيت رهيبه جدا جدا. نزلت معلقه زيت ونزلت معاها بشطه. لو انت عندك فلفل احمر انت مجففاه بتضربي الفلفل الاحمر، انا عامه دلوقتي حاليا ما شاء الله بفضل الله عندي فلفل احمر بيجيلي من اسوان، عايزه اقول لكم روعه جدا جدا. بضربه وبيبقى الطعم والريحه فظيعه، بس طبعا مشطشط جدا. انا هنا حطيت طبعا شطه وحطيت هنا بابريكا، ونزلت بقى بصوا البهارات اللي انا نازله بيها دي اسمها بهارات كشري، جميله جدا. وخلاص اديتها غلوتين ثلاثة، وانزلي كده بحتة فلفل اخضر معاه لو انت عايزاها بقى سبايس اكتر، وبعدين هتنزلي بمعلقة صلصة من اللي انت عاملاها عليها، احلى دقة شطة انت هتاكليها فعلا، او احلى
شطة زيت روعة جدا جدا جدا، وخاصة اللي انا زي ما انا قلت اللي انا بحب جدا الحاجة تكون سبايسي. انا عملت الدقة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ليمون وعبارة عن خل بسيط جدا وعبارة عن كمون وعبارة عن ثوم، وبعدين بتروحي عاملاها بالطريقة دي. لو عايزاها مركزة حطيها على النار، اديها غلوتين ثلاثة وحبة ملح، والف هنا عليكم. وده كان الكشري الطريقة بسيطة جدا، يا رب ان شاء الله يعجبكم. ولو لسه اول مرة تشوفوني في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومفيد في قناة فكرة وطبخة مع انجي محمد. وبشكركم جميعا على كلامكم الجميل، ونترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.